start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. داست قدما بني آدم سطح القمر لأول مرة قبل 42 عاما في تموز يوليو عام 1969. وصل نيل أرمسترونغ وأدوين ألدرين إلى القمر عبر سفينة الفضاء أبولو 11. قبل 42 سنة كاملة من الآن وضع إنسان قدميه على سطح القمر. نيل أرمسترونغ رجل الفضاء الأمريكي قال يومها أن هذه خطوة صغيرة للبشر ولكنها كبيرة للبشرية، وجعل بها أمريكا بلا منافس في بناء القدرات الفضائية. في ذلك اليوم شهد 600 مليون إنسان أي 5 سكان العالم تلك المغامرة في بث حي على التلفاز مباشرة. هذه المغامرة أصبحت عتبة لما وصل إليه اليوم علم الفضاء وصناعته. كان القمر قبلها إلهاما للفضاء.